السلام عليكم أعزائي الطلبة. اليوم شرحنا راح يتناول خوارزمية البرايورتي سكيدجولينج بطريقة البريمتيف. ومثل ما شرحنا سابقا، البريمتيف معناها إذا وجد بروسيس أو برنامج أسبقيته أعلى من البروسيس أو البرنامج الحالي، فهو راح يحصل على السي بي يو. ومثل ما اتفقنا أيضا، خوارزمية البرايورتي سكيدجولينج تباوع على عمود البرايورتي بالشرط يحقق وصوله. يعني اول شيء باو على عمود الوصول، اذا كان واصل البرنامج يدخل مرحله المنافسه من قبل عمود البرايورتي. خلينا نجي نشوف المثال اللي امامنا. عندنا هسه خمس برامج، فمن اول شيء راح يتنفذ؟ عندنا بالزمن صفر، راح يكون عندي الزمن صفر، فمنو موجود اول شيء بالزمن صفر؟ ففقط الموجود هو بي 1، واحد ما ينافسه، فهو اللي راح يحصل على السي بي يو، بس مو راح يحصل 10 كلها كاملة، وإنما يتنفذ منه واحد فقط. ليش؟ لأن بالزمن واحد راح يظهر منافس جديد للبي 1 يسمى بي 2، لأن زمن وصوله واحد. فإذا راح تكون المنافسة بين بي 1 وبي 2. منو اللي يفصل بيناتهم؟ عمود البرايورتي. بس بقية بي 1 هي 3 وسبقية بي 2 هي 1، فإذا من راح يحصل السي بي يو؟ حصله بي 2، فراح يقوم بانتزاع السي بي يو من بي 1، وهنا ينأشر أنه بي 1 بقى من عندها 1. هسه نجي البي 2 جت تحتاج 1، فصار هسه عندي وصلت للزمن 2، فخلي نأشر هسه هنا عندنا البي 2 تنفيذ، هي محتاجة 1 وتم تنفيذ. بس ظلت عندي بالزمن 2، منو عندي ظهر؟ ظهر برنامج جديد اي شو اسمه بي 3، فراح تكون منافسه بين بي 1 وبي 3. فعندي اسبقيه بي 1 3 واسبقيه بي 3 منو عندي قيمتها 4، فالتنفيذ راح يكون لصالح بي 1. فعندي من بي 1 ايش قد راح يتنفذ؟ راح يتنفذ من عنده 2. ليش؟ لأن حصل للزمن 4، فعندي بالزمن 4 راح يكون المنافسة بين منو؟ بين بي 5 و بي 1، فمنو اللي راح يحصل على السي بي يو؟ الأسبقيته الأعلى، فعندنا بي 5 أسبقيته 2 بينما بي 1 أسبقيته 3، فبي 5 راح يحصل على البرنامج. وبما أنه وصلت تاني اعلى زمن هو وصول ايش قد كان هنا عندي 4، فاذا خلاص الخوارزميه راح تعمل عمل النون بريمتيف، لان بعد ماكو اي برنامج جديد راح ينافس. فعندي هسه بي 5 ايش قد تحتاج 5، ف 5 زائد 4 ويساوي 9. عندي بي 5 راح نأشرها انه تم تنفيذها. بعدها منو عندي؟ عندي البي 1. ليش؟ لأن عندي المنافسة بين بي 1 وبي 3 وبي 4، فعندي 3 4 5، من اللي حصله؟ أكيد راح تقول بي 1. جت باقي تحتاج بي 1 7، ف 7 زائد 9 ويساوي 16، أيضا راح نأشر على بي 1. بقت المنافسة بين بي 3 وبي 4، فبي 3 4 وبي 4 قيمتها 5، فاذا اللي راح يفوز بالسي بي يو هو البي 3. عندي البيرس تايم له 2 للبي 3 زائد 16 ويساوي 18، ايضا هذا عندي بي 3 تم تنفيذه. بقى خير شيء عندي بي 4 ويحتاج 1، ف 1 زائد 18 ويساوي 19. هذا كان فيما يخص الجين تشارت. نجي هنا هسه نحسب الويتنج تايم. القاعده تقول الستارت تايم ناقص الارايفل تايم. خلينا نبدا بالبي 1، راح نشوف البي 1 عندي هنا تم تنفيذه وبهذا المقطع وبهاي النقطه، فعندي ثلاث اجزاء تم تنفيذها. فنجي بالتنفيذ الاول، ستارت تايم الى 0 والارايفل تايم 0، ف 0 ناقصا 0، هذا فيما يخص البلوكة الأولى. نجي للبلوكة الثانية، الستارت تايم لها شو وقت كان تنفيذها؟ بالزمن 2.
ناقصا الارايفل تايم هو اخر زمن تنفيذ لها كان واحد فاثنين ناقصا واحد نجي نحسب هنا زمن الستارت تايم ناقص الارايفل تايم فالبي 1 عندي دخلت حيز تنفيذ مرة اخرى بالزمن 9 وش وقت اخر ظهوره الها كان بالزمن 4 فالتسعة ناقصا 4 ويساوي 6 هذا كان يخص البي 1 ليش لان هو تم تقطيع لان خوارزمية بريمتيف فمعناه اذا وصل برنامج اسبقية اعلى من اسبقية برنامج حالي فراح يحصل على السي بي او يقوم بانتزاع السي بي يو من البرنامج الحالي فهنا عندنا بي 2 قطعة البي 1 وبي 5 قطعة البي 1 فهنا طريقة البريمتيف نجي البي 2 ايضا عندي البي 2 هنا عندي الستارت تايم الها كان واحد والارايفل تايم الها واحد فهنا ناقص واحد صفر البي 3 الستارت تايم الها كان 16 والارايفل تايم الها كان 2 ف 16 ناقص 2 ويساوي 14 البي 4 عندنا الستارت تايم الها كان 18 ناقصا الارايفل تايم للبي 4 هو 3 ف 18 ناقصا 3 نجي للبي 5 هاي بي 5 عندي